صباح الأمل، صباح السعادة، صباح بكرة أحلى. الفقرة ديت بقى مع الأستاذ أحمد عبد القادر، قيادي بحزب مستقبل وطن، رئيس مجلس إدارة جمعية بيبا للتنمية بمحافظة الجيزة، من الشباب الواعدة، من الشباب المجتهدة، اللي أنا هنا هوت بقدم الشخصية ديت عشان تكون صورة لكل الشباب المصري الجدع. الأستاذ أحمد عبد القادر، نورت صباح بكرة أحلى. الله يخليك يا والدي بيه، ده شرف ليا إن أنا أكون معاكم في برنامج صباح بكرة أحلى، ومتشكر جدا على الدعوة الجميلة ديت يعني. والله أنت مكسر الدنيا. ربنا يخليك. يعني عامل شغل في محافظة الجيزة، شغل جميل جدا. ربنا يخليك. إحنا محتاجين الشباب يحذو حذوك. عايزين نقول جمعية بيبا كمان عاملة شغل كويس قوي. أنا عايزين بس في يعني في عجالة كده نقول إيه جمعية بيبا دي؟ والله جمعية بيبا هي جمعية زي مؤسسات المجتمع المدني الكتيرة اللي موجودة في مصر، اللي بتحاول تخدم المواطن وتقوم بدورها في ظل توجيهات طبعا القيادة السياسية من منظمات المجتمع المدني، تقوم بدورها في خدمة المجتمع بجانب الأجهزة في الدولة. جمعيتنا جمعية بيبا هي قديمة شوية، يعني عدى عليها حوالي مثلا 34 سنة في منطقة امبابة تحديدا. هي اسمها بيبا لان اللي كونها في البدايه كان والدي وبعض الاقارب وطبعا الاعمام، هم احنا من ابناء محافظه بني سويف. أيوة. مركز بيبا، فالجمعيه كانت عشان كده اسمها جمعيه بيبا. أيوة. بس في اطار ان هي اسمها جمعيه بيبا، ولكن بتقوم بخدماتها للجميع مش لابناء بيبا بس. لما واضح طبعا. يعني انت بتقول 34 سنه. يا فندم، ايه الموضوع ده؟ 34 سنه من العطاء. ايوه. طبعا هي جمعية عريقة، فأنا بكمل مسيرة كان قبلها فيه رؤساء أفاضل للجمعية. أيوة. من أبناء مركز بيبا كانوا تحملوا المسؤولية. في الحقيقة توليت المسؤولية في 2015، كانت جمعية يعني بس طورت فيها بعض الحاجات، ابتدت من تعديل النظام الأساسي للجمعية. احنا كنا شغالين في ميدانين بس، ميدان عمل الجمعيات الاهليه هي المساعدات الاجتماعيه والندوات الثقافيه. طب ايه اللي خرجكم من الموضوع ده بقى؟ عايزين نفهم يعني، انت الجمعيات عموما بتدخل في المجال ده، طب انت عملت ايه بقى جديد؟ انا بصيت ان في خطه عظيمه للدوله ولازم ننهض بالمجتمع كمان. ففي الحقيقه الجمعيه بقى بدات تشتغل في ميادين اخرى عظيمه جدا، ان هي تحقق اغراضها وتخدم المجتمع بس بشكل فعال افضل. فاشتغلنا في مجال التوعيه بالحقوق الدستوريه والقانونيه، واشتغلنا في مجال الحقوق الثقافيه، واشتغلنا في مجال العلم وبناء الانسان المصري، واشتغلنا في مجال الصحه بشكل متميز جدا، اشتغلنا على المراه في عام المراه، اشتغلنا على الشباب في عام الشباب، اشتغلنا على بناء الانسان المصري حتى تاريخه. فكان الموضوع كله في ان اطار ان نغير فكر الجمعيه ان هي تحقق اهداف الدوله، ولا سيما خطه 2030 يعني. فقد ايه ان تبقى منظمات المجتمع المدني ماشيه بجانب الدوله في تنفيذ كل ما يتعلق بامور المواطن. طب قول لي ايه الحاجات يعني الحاجات اللي هي مثلا، عارف ان انتوا يعني بتعملوا نشاط كبير قوي مثلا في محافظه الجيزه بالاخص في امبابه، ايه الحاجه اللي يعني عايزين نقول بننفرد بيها احنا النهارده مثلا؟ الحاجه اللي بننفرد بيها يعني اللي انتوا بتعملوها في الجمعيه واحنا عايزين ننفرد بيها برضو في صباح بكره. هو احنا عملنا حاجات كتير جدا، بس ممكن اقول انفراد لحضرتك ان احنا بفضل الله طبعا بالتنسيق مع وزاره النقل بقياده الفريق النشيط كامل الوزير، قدرنا ان احنا ان شاء الله خدنا موافقه مبدئيه على اعتبار الممشى العلوي لكوبري امبابة هو ممشى سياحي. والمفاجأة إن معالي الوزير بنفسه هيزور الكوبري إن شاء الله خلال الأسبوع المقبل للوقوف على هذا النشاط يعني. بس أنا يعني كوبري امبابة دوت أنا سمعت إن في ناس اشتغلت فيه، ما سمعتش جمعية بيبا إن اشتغلت فيه، إيه الموضوع برضه عايز أفهمه؟ لا هو سمعت حضرتك ناس، لا هو كل حد اشتغل في كوبري امبابة. هو طبعا هو عايزين برضه عشان نقول إحقاقا للحق، هو مشروع قومي. أيوة. فبالتالي هو شغل الدولة المصرية. أيوة. ولكن احنا كمنظمات مجتمع مدني احنا بنساعد الدولة المصرية. فكان شغل كوبري امبابة او تطوير كوبري امبابة، هو انت عارف حضرتك ان كوبري امبابة هو كوبري وجسر تاريخي بيربط الوجه البحري بالوجه القبلي، ويكاد يكون المحور الوحيد لهيئة السكك حديد مصر الموجود على النيل اللي بيربط قطرات الصعيد بقطرات بحري. فهو شيء عظيم جدا للسكه الحديد، فبالتالي بيتعمل له صيانه دوريه.
في اطار الصيانه الدوليه بيتم الصيانه الدوريه للكوبري نفسه، للكوبري نفسه، ان الكوبري في النيل. ايوه وحضرتك تعرف يعني شفنا زمان افلام تلاقي ان الكوبري بيتفتح و تاريخي والمركب تعدي منه، المركب الشراعي وحاجه اثر تاريخي يعني. فهو في الصيانه الدوريه للكوبري، ولكن اللي قدرت تعمله الجمعيه ان الكوبري، الجمعيه وصل لها عده شكاوى من مواطنين بخصوص تكدس السيارات على مشايات السيارات اللي هي الخاصه بالكوبري. ايوه فالجمعيه بقى على عاتقها قامت في 2018 بطلب لرئاسه مجلس الوزراء، يعني طلبه اهوت رئاسه مجلس الوزراء. يعني ده انتوا يعني انتوا اللي فعلا بداتوا عملتوا ده احنا بدانا بدانا هو هو مشروع دوله، الدوله بتطور الكوبري، ولكن في امور في اولويات، في اولويات للدوله، فبالتالي انتم شفتم ان اولويات يعني من الاولويات المواطن انك انتوا تسعوا لهذا العمل. احنا سعينا بفضل الله ان احنا قدرنا ان احنا نحصل على موافقه من مجلس الوزراء بصيانه مشايات الكوبري، الاسفلت اللي بتعدي عليه العربيات فهو مكسر، فلو مواطن بسيط راكب عربيه ظهره بيتكسر، او راكب عربيته القصر ظهره بيتكسر، راكب موتوسيكل ظهره بيتكسر. علاوه على موضوع مهم جدا ان هي بتعمل مشاكل ومشاجرات يوميه بين المواطنين اللي بيتنقلوا من الضفه ديت للضفه ديت، ان هو بيربط القاهره بالجيزه. فقدرنا وخدنا موافقه مجلس الوزراء، مجلس الوزراء احالت الموضوع لمحافظه الجيزه وحي شمال الجيزه، ما كانتش مختصه، حالت الموضوع للهيئه خاصه بالطرق، هيئه الطرق والكباري، افادت بعدم اختصاصها، حالت الموضوع للسكه الحديد، سكه الحديد لاهميه الموضوع احالته لمجلس الوزراء عشان يزود الميزانيه، وبالفعل زادت الميزانيه لموضوع سفلته الكوبري او المشايات. في اطار برضو الموضوع كنا مقدمين طلب ان احنا يتم اناره الكوبري. الكوبري هو زي ما بقول لحضرتك السكه الحديد بتعمله، بس بتعمل صيانه للاساسات عشان هو المحور الاساسي اللي بيربط الاطارات، لكن ولا الاناره كانت مخططه في الموضوع ولا مشايات السيارات كانت مخططه في الموضوع. فاتوافق عليها وتم الاعتماد بالفعل في 27/3/2019 بزياده الاعتماد المالي 33.5 مليون جنيه لصيانه الكوبري والاناره واعمال الاساسيات الخاصه بالكوبري. طيب يعني ده كله بقى طبعا يعني ما انا عايز اعرف حاجه، هو بعد ده كله هل يا ترى في استخدام اخر للكوبري يا احمد بيه؟ هو في طبعا ان شاء الله استخدام اخر للكوبري، وهو بالفعل بقى الانجاز اللي عملته الجمعيه اخر بجانب ان هي قدرت ان هي تحصل على صيانه مشايات السيارات واناره الكوبري، قدرنا كمان ان احنا نحصل مع الموافقه المبدئيه من معالي الوزير ان احنا يكون الجزء العلوي لكوبري امبابه يتم استغلاله كممشى سياحي وممشى صحي وممشى امن وممر امن للمواطنين، ينشط السياحه المصريه ويعظم من دخل هيئه سكك حديد مصر ووزاره النقل والاستغلال الامثل لمواردنا يعني. طيب بالنسبه حضرتك كراجل حزبي وبعيدا حتى على حزب مستقبل وطن، نتكلم بالنسبه للاحزاب، هل يا ترى الشباب المصري بتجد في الاحزاب المنفس السياسي؟ ده سؤال صعب جدا. عايزينه بالسريع لان الوقت معاك جري بسرعه. ده سؤال صعب جدا، بس خليني اقول لحضرتك ان الحياه السياسيه في مصر هي ميراث لجيل يعني جيل سابق من نظام الحزب الواحد. احنا عندنا مداخله ولا ايه؟ الو؟ طب يا مين معانا مداخله ولا مش معانا؟ طيب اتفضل. كنا بنتكلم عن الشباب بتلاقي طموحها في الاحزاب ولا لا؟ في الحقيقه انا بتكلم يعني بتكلم على تجربه خاصه في تجربتي في حزب مستقبل الوطن. انا حزب مستقبل الوطن هو الحزب اللي انا بنتمي ليه من 2016، بشغل منصب امين تنظيم اسم امبابه حتى ابريل 2019، لان انا دلوقتي عضو هيئه الشؤون التشريعيه بالامانه المركزيه على مستوى جمهوريه مصر العربيه. فبالنسبه للاحزاب هو بتلاقي الشباب بتلاقي طموحها في الاحزاب، ولكن للميراث القديم من الاحزاب ان الاحزاب مالهاش دور سياسي في الشارع، كان للاسف ان الشباب كتير بتحجم عن الممارسه السياسيه، ودي الحاله اللي احنا بنعانيها دلوقتي. ولكن انا بقول للشباب حاولوا تقوموا بدوركم في الحياه السياسيه. اتفضل. عموما طبعا الكلام مش بيخلص، المشكله ان الوقت معانا بيخلص في صباح بكره احلى بسرعه. احمد بيه عبد القادر القيادي بحزب مستقبل وطن، رئيس مجلس اداره جمعيه بيبا للتنميه، انت توعدنا ان شاء الله بحلقه تانية لان احنا ما لحقناش نقول حاجه. اتشرف طبعا يا يعني احنا طبعا سعداء بشخصيه يعني قياديه زيك وناشطه من الشباب الواعدين
وان شاء الله ده يكون في واجبنا وقت. نحو بلدنا ونحو طبعا اهلنا طبعا في جمهوريه مصر العربيه كلها، وخاصه في مبابا وطننا الصغير. يعني احنا سعداء انا بحضرتك. سعيد جدا بلقاء حضرتك وتشرفت بيه جدا. يعني الله يخليك احمد بيه عبد القادر، بنشكره على الحضور، وان شاء الله بيوعدنا بحلقه تانيه ان شاء الله نتكلم براحتنا في مواضيع كتيره. اعزائي المشاهدين، تحيا مصر وشعب تحيا مصر، مصر طبعا، وجيش مصر تحيا مصر، والامه ومصر العربيه ام الدنيا، وهتبقى قد الدنيا ان شاء الله، وهتبقى قد الدنيا. ان شاء الله. اعزائي شعبها المشاهدين، الاصيل طبعا. حلقه جديده ولقاء جديد وبرنامجكم صباح بكره احلى.